صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبدو أن هذه الآية الكريمة إلها علاقة بالوضعية اللي تعرضوا إلها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وتعرض إلها جماعة أخر. الوضعية اللي تعرضوا إلها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله شنو هي؟ كان ذولا لما انتقلوا إلى الإسلام من الجاهلية، انتقلوا إلى الإسلام، ظل في نفسهم سؤال يدور في أذهانهم. هذا السؤال أن إحنا انتقلنا من عالم كل علائقنا تقريبا كانت بنافذة، يعني شلون مثلا احنا انولدنا من عقد جاهلي، الام والاب بالنسبة الى الصحابة كانوا جاهليين، وعقد الزواج كان على الطريقة على طريقة الجاهلية. زين، هاي نقطة. أم وأبو مثلا كانت علائقهم قائمة على هاللون من العقود، هاي نقطة. النقطة الآخرة الأخرى، بيوتهم اللي سكنوها ماخذيها بعقود الجاهلية، معاملاتهم معظم أعمارهم قضوها على المستوى الجاهلي. فهذول يقولون أن هاي الوضعية اللي كنا عايشيها إحنا شنو حكمها؟ راح تلحقنا آثارها أو ما تلحقنا آثارها؟ يعني بتعبير آخر أن إحنا مدانين بها لو مو مدانين بها، يعني إحنا المجتمع اللي راح نعاصره يضفع لنا شرعية أن إحنا أبناء عقد صحيح، لو لا يعبر عنا بأننا مثلا أبناء عقود غير صحيحة، ها؟ يعني شيء من هالقبيل كان من التساؤل. في الإسلام لما جاء أجاب على هذا التساؤل، قال أن الإسلام يجب ما قبله، أن عالم الجاهلية خلاص أنتم ما مؤاخذين به، الآن انتقلتوا إلى مرحلة، هاي نقطة. والنقطة الثانية، العقود اللي كانت بالجاهلية أيضا نافذة، ما الآن ما يمكن إحنا واحد نعبر عنه بأن ابن مثلا ابن زنا، لا، خصوصا وأغلبهم دولة كانوا من بيوت نجيبة، يعني أكو بعضهم معظمهم بيت نجيب يحافظ على كرامته، لغاية ما في الأمر أنه العقد اللي ماشي عندهم هكذا. يعني تفرض الآن إحنا عقود مو لزوم الجاهليين، الآن عقود المسيحيين مثلا أو عقود اليهود، احنا الان او عقد المجوسي، المجوسي يجوز ان يزوج بنته، اليهودي ياخذ بيت اخوه، هل اقدر انا اطلق على ان ابنه ابن زنا؟ طبعا لا، لان لكل قوم عقد. وعقد غير الاسلام لما اجى الى الاسلام خلاص ذاك اضفيت عليه المشروعيه وظلت، وهو اجى للاسلام دخل في عالم جديد، اذا عنده عقد مستأنف لازم يكون على الطريقه الاسلاميه. فكل المذاهب الإسلامية على هذا عدا الموالك، بس المالكية، المالكية يقولون أن عقد هؤلاء لو وقع من عندنا نعتبره غير نافذ،
فهو عقد باطل ما نقبل، يعني ما نسميهم ذولا. بس ما أدري شلون شي يقولون يعني بالنسبة إلى الصحابة المالكية، يعني شي يقولون، يعني يقولون أن الصحابة مثلا عقود أباهم كانت مو مضبوطة، مشكلة يعني، ولا مشكلة. على العموم اجت الآية تجيب على هالسؤال، وإني لغفار. إذا هالجانب هذا جانب هواية راعى الإسلام وراعى بعواطف المسلمين، خلاص تلك أمة قد خلت، مو وإحنا أمة أخرى. اللي ينتقل إلى هذه الأمة طبعا يلزمه أن يتقيد بما عندها من أمور. طيب، فإذا هذا المقطع الأول، وإني لغفار لمن تاب. تاب يعني من أمور الجاهلية. زين، الآية أكو بها شمول آخر. الشمول الآخر ياهو، شمول الآخر أكو ناس مثلا هذا أفرض قضالة من عمره 60 سنة، هو منحرف، زين، وإن شاء الله عز وجل هدا، جماعة أثروا عليه، مرشدين أثروا عليه، صار بناء ينتقل من ذاك العالم إلى عالم آخر. يقول أنا ما أدري الشيء، أنا شنو قضيت 60 سنة، إيش باقي من عمري أنا؟ يعني الآن لما أريد أتوب أنا إيش ضال؟ من يقول الله يقبل توبتي؟ يا كل هذاني يا 66، إيه لا. لا، هذا غلط، هذا جدا غلط، لأنه هذا إذا تاب توبة صحيحة ولو بلحظة قبل مماته يقبل الله توبته، بس لا يكون توبة متعمدة. مو أكو واحد متعمد يقول لك أنا أضل وبعدين أتوب، لا، هذا شيء متعمد، هذا لا تقبل له التوبة. لكن لا والله، على رأس لا أدركته الهداية ولو بلحظات، ما في شك أنه تقبل توبته. فالقرآن الكريم بها الجانب أجاب على هذين التساؤلين، وإني لغفار لمن تاب. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وآمن. زين، آمن بأي معنى؟ الإيمان، الإيمان نعم بأي معنى؟ يعني شنو المقصود من الإيمان؟ احنا نعرف عادة القرآن الكتاب العزيز أحيانا لما يمر بذكر الإيمان يربط للإيمان، يعني يذكر المتعلق مع الإيمان، علي من يقع الإيمان، آمن بيش؟ يعني آمن بالله، آمن برسوله، آمن بالدين مثلا. لما أكو بإطلاق يعني ما يقيد ما بشيء معين، ما مربوط بمتعلق معين، معناه الإيمان بالإسلام بكل خواصه، يعني الإيمان بالله وبرسوله وبالكتاب، نعم، وبما أنزل من شرائع. هذا ليش؟ كأنه الإسلام يريد صوغة للإنسان. الإنسان شلون الصوغة؟ أنت تصوغة بطريقتين، تصوغة بعمل القلب وبعمل الجوارح. عمل القلب شنو؟ العقيدة. العقيدة عمل القلب، وعمل العقل عمل الذهن، والأحكام بها أعمال للجوارح، يعني صلاة بها قيام وقعود وركوع وسجود ووضوء وحركة، نعم، صيام بامتناع عن الطعام بأشياء لها علاقة بالجسم، حج بأشياء لها علاقة بالجسم. فأعمال الجسد بجانب، وأعمال الروح، غذاء الروح شنو؟ الإيمان، العقيدة. ولذلك أنت تلقى الروح اللي ما بيها عقيدة أصلا عملها ما تجد إلا طعمه، عملها يصبح عمل من النوع العمل العبثي. ليش؟ لأنه ما مربوط بإيمان، ما مربوط بعقيدة. لما ما يكون مربوط بعقيدة تقريبا يأخذ صفة فاقدة للطعم، فاقدة للذوق، لأنه المفروض أن الإيمان هو اللي يضفي على. أنا لما أعرف أن هل الشيء الخير البسيط اللي سويته لله بانتظار جزائه ثوابه وخوفا من عقابه، وعندي إيمان بوجود الله وأن الله سيثيبني على ذلك، يصبح عملي إلى معنى، إلى طعمه،
مرة لا والله أنا أسوي العمل بدون إيمان. لا، العمل بدون إيمان ما يأخذ أثره. ولذلك الآن أكو عندنا في تاريخ الإنسانية ناش خدمة، والإنسانية خدمة لا حدود لها، لكن ما راعوا بها وجه الله. مثل إيش؟ شلون؟ يعني تفضل مثلا هذا الرجل الآن اللي قدر هالكهرباء يوظفها المن للحياة العملية، يعني الآن الدنيا قائمة على الكهرباء، زين؟ هاي بطبيعة الحال الكهرباء مو بس للإضاءة، هاي جاي تدخل أحيانا عملية جراحية بها كهرباء. أما اللي زين أكو عمليات للشفاء للكي مثلا متوقفة على الكهرباء، أكو عمليات مثلا إلى علاقة بالمخ متوقفة على الكهرباء. الكهرباء يطبع لي كتاب علم، يطبع لي كتاب دين، الكهرباء نعم يؤدي لي خدمات بالحياة في كل أبعاد الحياة. طبعا هذا اللي اكتشف الكهرباء واستطاع أن يكون هالتكوين يوظف هالتوظيف، قطعا خدم الإنسانية خدمة لا حدود لها. هذا شنو؟ ما عنده إيمان بالله، ده فرضه. في مثل هالحالة يحرم من الجزاء أو ما يحرم؟ لا طبعا ما يحرم من الجزاء. ليش؟ لأن الآية الكريمة عندنا بها إطلاق، إني لا أضيع عمل عامل منكم. الله عز وجل ما يضيع عمله، لكن وين؟ إذا مؤمن نعم ينطي دنيا وآخرة، وإذا لا غير مؤمن ينطي دنيا. لأن يقول له أنت ما آمنت بي، حتى ما وضعت وجهك لوجهي ولا وضعت عملك لوجهي حتى تطلب مني جزاء. نعم سويت وجه للمجتمع، نعم أنا أخليك بالمجتمع، أطيع جزائك، أطيك إياه من نوع العمل عينا، لأن بالمجتمع راح أسوي لك جاه، راح أسوي لك مكانة، راح أسوي لك دوي، راح أعطيك أموال، راح أعطيك صحة، راح أعطيك مثلا عمر، فجزاء دنيوي، لأنك أنت عملت للدنيا تأخذ جزائك بالدنيا. أما إذا عملت لوجه الله، وجه الله يشمل الدنيا والآخرة، فتأخذ جزاء بالدنيا وبالآخرة. فالقصد أن العمل بدون إيمان يعني عمل لا روح له. المفروض أن العمل يجب أن يأخذ الإيمان. فاليوم رسول الله صلى الله عليه وآله طالع للقتال، لحق شاب مفتول الساعدين، قال له يا محمد أنا شوفني الآن، أنا شاب وقوي وأقدر أغني عنك وأنزل إلى ساحة الحرب أقاتل قتال إلى يرضيك. قال للنبي أنا لا أستعين بمشرك، أنت مشرك، إذا تسلم أرحب بك، إذا ما تسلم لا، أنا مو عندي شواعد، مو بس أنت عندك شواعد، لا أنا عندي أيدي وعندي أذرع وعندي شواعد، فضل. أنا لا أستعين بمشرك، كلما راد قال لا أبدا. طبعا هذا طاقة، وكان يمكن يقتل ويمكن يكثر جمع ويمكن يعمل، لكن ما أراد، لأنه عمل بلا إيمان، ما بإيمان. لو يصح بإيمان لا شيء آخر. ولذلك أرجعه النبي رد، قال له لا سبيل إلى الاستعانة بمشرك، أرجعه. فالإيمان جعل الآية القاعدة اللي من عنده يبدأ المنطلق، وإني لغفار لمن تاب وآمن. آمن بعد ذلك، هاي نقطة. النقطة الثانية شوية التفت للنقطة، شوف تعبير القرآن الكريم. تاب شنو معناه؟ تاب يعني مثل عندك أناء، عندك فد أنا معون فرغته، خليته خالي حتى تحط به شيء جديد. التوبة تكنس العقائد السابقة، الانحراف، تغسله، تخلي الذهن مهيأ لقبول عقيدة جديدة، الذهن مهيأ لقبول فكر جديد. طبعا لما تطرد فكر كون محضر فكر ثاني، شايف؟ لما تطرد فكر كون محضر فكر ثاني. أحاول أن أقرب لك المعنى أكثر. أكو عندنا شوف مثلا مبادئ اجتماعية نزلت بالأرض، قسم من عدها ما يخوف. شلون يعني ما يخوف؟ يعني مثلا مبدأ أو حتى عقيدة،
عقيدة تعتمد عليهم على فلوس، على فلوس وعلى إرهاب وعلى سيف، ها؟ ما لها قيمة، هاي تتبخر ما لها أثر. أكو لا عقيدة تعتمد على فكر، هاي اللي تخوف. العقيدة اللي تعتمد على فكر هاي هي اللي تخوف، يعني اللي عندها قاعدة علمية، إذا انطلقت من قاعدة علمية، نعم هاي تخوف. هسه هاي القاعدة العلمية مرة تقوم على حقائق ثابتة، ومرة تقوم لا والله على أمور تبدو بشكل الحقائق وهي مو حقائق، يمكن يوم من الأيام تنهجم. يعني مثلا أفرض الشيوعية، من كان يتوقع أن الشيوعية اللي كانت ماخذة تقريبا 3/4 الكرة الأرضية، ها؟ بجميع ما عندها من أيديولوجي وما عندها من مذاهب وعقائد وأفكار، تتصور هاي تتبخر ساعتين؟ ها؟ غريبة يعني، وهي غريبة ليش؟ هي كانت أكو عندها صور علم مو علم واقعي، أما المبدأ اللي يقوم على علم لا، المبدأ اللي يقوم ما ينهجم أبدا. تصور 1400 سنة المطارق تضرب على الإسلام، ما انهجم الإسلام أبدا، صحيح ينكمش ويتسع، أما ينهجم لا، لأن عنده فكر، عنده نبع، هذا النبع ما طول موجود وهو النبع الفكري، النبع ما طول موجود. لا تخاف، ما تموت العقيدة أبدا. المبدأ اللي تخاف من عنده اللي بيه عقيدة. طيب إذا إجيت إلى مجتمع بيه فساد وتريد تبدل عقيدته، مو كافي أن تبدل عقيدته وهاي هي ما تجيب بديل، لا لازم تجيب بديل. شلون يعني؟ هسه هاي المشكلة اللي احنا عايشيها، يقول لك شيخنا احنا جاي نودي ابنائنا، ما يمكن انا اخلي ابني جاهل، لازم اوديه الى بعثة، يروح الى البعثة يطلب علم، يجي مسلح بشهادة. طيب كل صحيح هذا، لكن يقول هذا انا اوديه يجيني تمام عنده علم، لكن يجيني ما عنده عقيدة، يجيني رايح. يعني مو كلهم، معاذ الله، اكو بيهم ناس مؤمنين، لكن الأغلب هكذا، هذا يروح يجيني خالي الرأس من العقيدة من الإيمان، ما سويت شيء أنا، يعني مثل صلحت من جانب وفسدت من جانب، ها؟ فشنو الحل؟ الحل إحنا ما أخذنا زمام المبادرة، زمام المبادرة ما أخذناه، يعني إحنا لما صحنا وهوشنا وقلنا هذا إني المدارس مثلاً أكو بيهن خلو من العقيدة، بيهن إفساد للناشئة، هي مو كافي بس أهوش، لا الموجود أهوش وأحط بديل، لازم البديل شنو؟ ها؟ كون أوجد العلم أخليه وين؟ إلى جانب الإيمان، حتى يمشي العلم مع الإيمان، يجيني مسلح بإيمان وبعلم. وأنا أقول لك أحدث النظريات في مختلف أبعاد الفكر العلمي هي تقودك إلى الله. يعني واحد يفرض شغل لي بالكهرباء، شغل لي بالكمبيوتر مثلا، أنت تتصور تقول له تعال هاي الخلية لها كبرها تختزن معلومات، إذا تطبعها تأخذ لها مدينة، شلون شلون كونها؟ منو اللي خلقها هاي؟ منو اللي كونها؟ هي وحدها تدل على وجود خالق. هذا لما يدرس بكلية الطب ويدرس لي خلايا بالمخ، بطبيعة الحال خلايا هي أدلة قائمة على وجود الله. ليش كل الخلايا في جسم الإنسان تتغير إلا خلايا المخ؟ الآن جسم الإنسان يومية كل خلايا تحترق تتبدل تجي بدالها خلايا جديدة إلا المخ. ليش؟ خو إذا المخ مادة وهاي مادة لازم تأخذ خواص المادة، ليش الخلايا الأخرى تحترق؟ هاي ما تحترق، ما تتغير، لأن هاي بيها الذاكرة، بيها الحفظ، بيها أشياء تبقى محفوظة محافظة على شخصية الإنسان. إذن هي تقودني إلى الإيمان بالله. فإذن إحنا لو قدرنا مثلا كمسلمين جامعاتنا نخلي العلم بيها يمشي إلى جانب الإيمان، ما تصير مشكلة أبدا. وهذا الدور، هذا الدور لمن أوكل الإسلام؟ أوكل مبدئيا للمسجد، وكان يلعب، والمسجد كان يلعب هالدور،
المسجد كان هو يلعب هالدور. تفضل، انت ما تلقى لك مسجد بتاريخ المسلمين ما بي علماء او ما بي مكتبات. تصور مسجد الكوفة مثلا، كان مسجد الكوفة مثلا مشكور، كان حتى الكيمياء تدرس في مسجد الكوفة، حتى الكيمياء نعم تدرس في مسجد الكوفة، الشعر، الأنساب، الآداب، التاريخ، أيام العرب، كلها حلقات، حلقات دراسية. كل مساجد المسلمين مثلا، مساجد بصورة عامة، مصر، بتونس مثلا، بالمغرب، بكل البلدان الإسلامية، بلدان الشرق. تأمل بغداد لعبت دور مثلا، أفرض القاهرة، أفرض دمشق، أفرض كلها في تاريخ المسلمين مدارسها لعبت أدوار. إلى جانب العلم كان الإيمان يمشي على قدم وساق، علم وإيمان. لما يكون علم وإيمان يرجع لي ابني مو بس حامل علم بدون إيمان. لكن إحنا البديل ما سوينا، سوينا جامعات تمام، يدخل الولد إذا دخل يطلع يهزأ بعقيدتي، يسخر، والحل ما يعرف، هو ما يقدر يزيفها، ما يعرف. لكن شو ما عندك شغل انت، تعال صلي، والله شنو، اغسل يديك واغسل وجهك ومن الحكي هذا. اتعين هذا طبعا ضحية، هذا واحنا خليناه ضحية. يعني الواقع اكو مسؤولية علي من، على من يقوى على ان يصنع شيء ولا يصنع ذلك الشيء، على من بيده حل وعقد. اذا اعود للموضوع، فالآية لما تقول واني لغفار لمن تاب وآمن، تقول انا مو بس قلت له تعال بطل الجاهلية واخلع عقائد الجاهلية وهي هي، لا، انا اخلع لعقائد الجاهلية واملأ راسه بعقائد الاسلام. نبه، امن، انا انقلت من دنيا الى دنيا، واني لغفار لمن تاب وامن. انا دائما استشهد بهاي الواقع، الله يتغمد السيد الامين برحمته، سيد محسن الامين، تغمد الله تلك الروح الطاهرة. هذا رجل كان قاعد منحني مطبوق طبق، الشكل ظهره، ويقعد يكتب من الصبح لليل، يعيش من كتيباته، يبيعها ويأكل منها من رغيف، نبالجي من كتبه، يعيش ما يأكل من الحق الشرعي شيء إطلاقا. سوى المدارس، لما حرم الدخول إلى المدارس الرسمية فتح مدارس، فتح البديل. إلى الآن مدارس السيد الأمين مختلف الطبقات من مختلف المذاهب الإسلامية يودون أبنائهم إليها، لأنه بها منهج جيد وبها شيء من المناهج الدينية. نعم، فأنت لما تسوي شيء سوي البديل، يعني مو بس أنا أهدم، لا، كن من تهدم أنت محضر مواد البناء حتى تبني البيت من جديد. وهذا الذي صنع الإسلام، هذا الذي صنع الإسلام. وإني لغفار لمن تاب وآمن، بعد وعمل صالحا، هاي عمل صالح بها رأيين. الرأي الأول أن عمل صالحا بأن الإيمان ثمرته العمل، أنت إذا تسوي إيمان خالي بدون عمل مثل عمل خالي بدون إيمان، نفس الشيء، وهذا الغلط. وأكو كثير مثلا يؤمن، أنا أؤمن، زين، أؤمن بأن الله عز وجل أبى أن يترك عاطلا لا يجد عملا ويجوع وينتهي به الأمر إلى أن يمرض من الجوع. طيب تمام، تؤمن بهذا، لكن أنت تؤمن أن اللي المسؤولية عليه من تقع، تقع المسؤولية على عاتق المجتمع، يعني هذا اللي جاع إنسان يعيش بالمجتمع، وهذا الإنسان منه مسؤول عنه؟ مسؤول عنه المجتمع، المجتمع أكو هيئات تمثله هي المسؤولة عنه. إذا مبدأ وجوب إعالة العاطل أو مبدأ إشباع الجائع، هذا مبدأ تقع مسؤوليته على عاتقك أنت كفرد مسلم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما إذا تقعدت تؤمن لي بهالنظرية وهالإيمان مالك حطيته بجيبك، بدون أن تطبقه بالخارج، شو الفائدة منه؟ شو الجدوى برا؟ تمام، والله أنا أؤمن أن الدين الإسلامي دين صحيح، أنا أؤمن أن الله يوصي ببر الوالدين،
وهذا يطلع مثلا شهر كامل الصبح او اكثر من شهر شهرين صدفة، اذا عثر بابوه بالدروب قال له شلونك مثلا، ولا يسأل عنه، طالع من الصبح من ورايح بالليل وراجع. طيب انت باسرة، انت بين ابوين، انت وين ان انشاهم؟ واحد طلع مع الرسول صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله اريد اروح اقاتل، قال له عندك ام واب؟ قال بلى. قال ان انشهما شاع بك خير من جهادك في سبيل الله. روح ليهم، دول راح مملوئين نفوسهم فراغ ووحشه، روح ارجع لهم شيء من الفراغ، املا هالفراغ، اطرد الوحشه عن نفوسهم، ارعى ابويك. انت تؤمن ان القران امر ببر الوالدين لكن ما تطبق بر الوالدين، تؤمن امر بصله الارحام، قران امرك بصله الرحم، وانا عندي رحم، والله هذا رحمي مو خوش ادمي، انا ما اشتهي اروح ليه، مو ادمي. طيب هو اذا ادمي، ها اذا ادمي انت غصبا عليك تروح ليه، لكن هو زين ان اذا مو ادمي وتروح ليه، واذا مو ادمي تروح ليه وتطرق عليه بابه. يعني يطلع الامام سلام الله عليه موسى بن جعفر يركب على حمار، اكو واحد عنده هذا من ذريه عمر بن الخطاب كان بالمدينه، وكان ماخذ فكرة عن الإمام سيئة، عنده مزرعة، ومن يشوف الإمام يستهزئ بالإمام. إجا فاجأ راكب على حماره ودخل وين؟ دخل عليه على مزرعته، المزرعة لقاها أكلها الجراد، قال له أفسدت علي زرعي بحمارك؟ ما جاوب الإمام، إلى أن وصل يمه قعد بين أمامه، قال لي أنا أشوف هاي الحديقة عندك تلفانة، قال بلى أكلها الجراد. قال النبي صلى الله عليه وآله يقول تمسكوا ببقايا المصائب، هاي بقية مصيبة تجدد حرثها، وهاي الجذر الموجود إن شاء الله الله ينميه، أنت شكون تتوقع من عدها؟ قال لك كنت أنا ما أعرف الغيب. قال له لا أنا ما أقول لك تعلم الغيب يا أخي، يا أخي أنا ما جاء أكلفك في علم الغيب، إنما أقول لك إيش تتأمل أملك شكثر. قال والله أنا أملي كنت أمل أني أحصل من عدها على 100 دينار أو 200 دينار. مد الإمام يده إلى جيبه طلع له صرة فيها 300 دينار، قال تفضل خذها وبارك الله لك في زرعك. قعد هذا يفكر شنو الدافع هذا الرجل لهالموقف، خاف مني طبعا لا، يترجاني أم لا، إذن شنو دافعه؟ دوافع هذا اللي يستصلحني مو أكثر. قام أخذ يد الإمام قبلها، قال له الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني أنت مو عبثا صرت سادة الناس، لا أبدا، الأخلاق هذه، ها هل هي دروس، دروس عملية هذه الأخلاق. فعمل صالحا، نبه لي، يعني الإيمان ثمرة العمل الصالح، أني أنا لما أؤمن بالإحسان كن أطبقه، لما أؤمن بالخير كن أطبقه، هذا رأي في عمل صالح. رأي آخر لا، عمل صالحا يعني صدر في عمله عن علم. شوي التفت لي النقطة، يعني أكو عندنا إحنا الناس قسمين، قسم مجتهد، هذا المجتهد يعرف يطلع الحكم الشرعي منين؟ من الدليل، عنده قدرة، عنده دراسة، يجتهد. شلون يجتهد؟ مو عندنا مثلا مرة واحد يجتهد في مقابل النص، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد باطل. شلون يعني يجتهد في مقابل النص؟ يعني مثلا القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يجي يقول هذا شو الفرق بين الذكر والأنثى؟ فرق، هاي هذا بنته وهذا ابنه، وبعدين هاي كائن وهذا كائن، وهاي إنسان وهذا إنسان، لا أنا أساويهم، هذا اجتهاد في مقابل النص، لأن النص صريح للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا اجتهاد مقبول مرفوض، لأن أنت مو أعلم بالمصلحة من الله. الله عز وجل افترض على الرجل أن يشيل كل تكاليف المرأة، ولذلك أعطاها حصة وأعطاها حصتين ينفقها عليها، فمو شغلتك التالي، لا تجتهد في مقابل النص، هاي وحدة. أكو لا، اجتهاد نص ماكو، نص ما موجود،
فأنا أجي أجتهد بالمماثلات. شلون يعني بالمماثلات؟ يعني مثلا أنا أعرف أن المبيع إذا كان الثمن مجهول المبيع باطل. أنا أعرف أنه أشتري لي شروة، هالشروة إذا ثمنها مجهول ما معروف البيع باطل. زين، أجي أطبقها علي من؟ أقيش بيها منه؟ أقيش بيها الزواج بمهر مجهول. نبه، أقول مثل ما هناك الثمن المجهول خلى البيعة باطلة، أنا إذا واحد المهر اللي يطيل المرأة مجهول العقد باطل، أقيش هذا على ذاك. هذا اجتهاد ظني وما إلى ما يدعمه، واجتهاد باطل هذا، لأنه قائم على قياس باطل. نبه لي، لأن المسألة هاي تختلف عن هاي. مرة لا والله المجتهد يجي ما عنده نص، لا عنده إجماع ولا عنده نص يعتمد عليه، لكن يعتمد على حكم عقلي، وإحنا نعرف الشارع سيد العقلاء. شلون يعني يعتمد على حكم عقلي؟ خلي أقرب لك المعنى. شلون يعتمد على حكم عقلي؟ يعتمد على حكم عقلي، أنا عندي مفسدة وعندي منفعة، ويو ما عندي مجال يو أدفع المفسدة يو لا والله أروح أجلب المنفعة وأبقي المفسدة على ما هي عليه. ها، ياهو الأولى، الأولى جلب المنفعة لو دفع المفسدة. ها، هاي وحدة. مثلا دفع الأفسد بالفاسد، كيف دفع الأفسد بالفاسد؟ صحيح أنا أدري من أطبلي على ظالم ما في شك أن هذا عمل مكروه عند الله، لكن أنا مضطر أطب أخلص لي رقبة لا تنقص. نبالي شوية زين، هنا أكو عندنا فاسد وأفسد، أنا أدفع الأفسد بالفاسد، هذا اجتهاد يقره الشرع. نبالي، هذا نوع من أنواع الاجتهاد اللي يقر الشرع، هذا ما يخالف. مرة أكو أبواب أخرى للاجتهاد، ما أريد شوية أتوسع بها، بس أريد أقول أن الإنسان إذا صدر في عمله عن علم، هذا مجتهد عنده قابلية، دارس مجموعة علوم متقنها، ويقدر يرد الفرع إلى أصله ويستنبط الحكم الشرعي، هذا مقبول اجتهاده. نبه لي، هذا عمل صادر عن علم. مرة لا والله أنا ما عندي هالمقدمات، يعني أنا كاشف، مو شغلتي، مو طالب علم، وما أعرف الحكم الشرعي، منين أخذه؟ أخذه من العالم. أنا مو جاي أتبع رأي العالم، لا، جاي أتبع رأي الإسلام، لكن الإسلام هذا الرأي اللي يطيني، منين يطيني؟ بتوسط العالم. مو أكو ناس يشنعون، أنتو شنو تقلدون إنسان؟ تقليد ما يجوز. لا، مو الشكل، أنا ما جاي أقلد لهذا، أنا جاي أأخذ من عند الحكم الشرعي باعتباره أوصل، هو قناة يوصل لي الحكم الشرعي، شايف؟ هذا إذن يصبح عمل عن علم، عمل صالح يعني عمله صالح لأنه صادر عن علم. أما إذا عمل مو صادر عن علم هذا عمل فاسد، إذا عمل مو صادر عن علم ما بيسمي عمل صالح، هذا عمل فاسد، يقوم يخبط تخبيط. واللي ما عنده علم ولا ماخذ عن عالم، ولذلك ما يقبل عمله، جاهل وما عنده تقليد ما مقلد عمله ما يقبل أبدا، لازم تقلد حتى يقبل عملك، وإلا عملك باطل. بالمناسبة جاء أسمع هالأيام أكو شوشرة على موضوع التقليد، شوشرة عجيبة غريبة هوشة، ما أعرف، هاي أمور مصطنعة ما لها داعي أبدا، إحنا ما عندنا واحد نعينه تعيين، تاريخنا هذا كله، نعم تاريخنا كله هو ينجعل، هو الله عز وجل يهيئ البعض ويعطي إمكانات، نعم يأخذ طريقه هو بالانجعال. يعني المسألة لا نطي بيد أعدائنا فد وسيلة ينقدون بها، لازم نكون موزونين عقلاء، الأمور مو مال شوشرة، مال عقل، مال هدوء، والوضع يأخذ طريقة. ها؟
وهي الامور الحمد لله مو احنا جائز ان البقاء على العالم الاعلم المتوفى، نبقى عليه الى ان تتبلور الامور ننتقل اليه. فامر ما يحتاج شوشره، شوشره لا لزوم لها. يعني الواقع لنطي اعدائنا فرد بايديهم فرد شيء ينقدون به او يشتمون به. اذا عمل صالح يعني صدر عن علم. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ثم اهتدى. هاي ثم اهتدى بها ثلاث آراء. الرأي الأول أنه استمر على العمل الصالح حتى الممات، هذا معنى الاهتداء. هذا يميل إلى الرأي شريحة من المفسرين يقولون معنى اهتدى يعني ظل مداوم عمل على العمل الصالح إلى أن يلحق بربه. مو اكو عندنا ناس اعوذ بالله ينقطع به الطريق بالنص، يعني تلقاه بعد فتره هذا كان مثلا متعود على زياره على صلاه على صوم على عمل صالح، بعد فتره تلقاه هذا رايح طافر. ها روح شفتم قشمرين هالمده الطويله هاي عجيب. لا اله الا الله اعوذ بالله. هذا يبدأ أنه أكو بعض الناس أعوذ بالله يعني ما تشاء الأقدار أن تخليه إنسان ما يكمل مسيرته الإيمانية. والحال دي يشوف هي الدنيا شنو هي، دي يشوفها للدنيا. مو أبو العلاء المعري عند بيتين هو جميلات يقول قال المعلم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما. لأنه أنا اللي تقول لي أنت غلطان ومقشمرني، نعم أنا ما أخسر شيء لأنه أنت شو شو شنو اللي عندك من متع الحياة أكثر مما أنا. غشمة في الأمر أنا ما أخذها عن حلال أنت ما أخذها عن حرام. يعني أنا أكل عن حلال، ألاقي زوجتي عن حلال، زين انت تروح تزني تروح تسرق وتاكل، هي النتيجه انه ما تتمتع بها انا اتمتع بها، لكن انا اخذ عن طريق الحلال انت ماخذ عن طريق الحرام. فاذا ماكو شيء بعد هذا انا مو خاسر، واذا اكو شيء انت الخاسر. ها وهو اكو شيء بالتاكيد، لان انت عارف نفسك انت كنت تراب والله عز وجل طلعك من التراب وسواك انسان وطاك عقل ما يكون يهدك ما يمكن. الآن حتى الحيوانات القوانين تضع لها ضوابط، التشييد الموجودات الله ما يهدك ما يمكن. نعم فعمل صالحا ثم اهتدى يعني ظل على تدين إلى أن يلحق بربه، ها؟ إلى أن يخرج من هذه الحياة. هاي العائدة كانت لكم من أحد براءة فقفوه حتى يحضره الموت. اكو ناس تلقى عمره صالح كله واعوذ بالله يتغير، او بالعكس واحد تلقاه منحرف فاسد والله عز وجل يقيض له خاتمه طيبه خاتمه حسنه. هذا راي. الراي الثاني انه عمل صالحا ثم اهتدى مو هذا الهدف له، لا. اذا شنو الهدف بالاهتداء؟ يقول عمل صالحا ثم اهتدى، اهتدى إلى خدمة الناس من وراء العمل الصالح. يقول عمل صالح لكن اهتدى إلى توظيف ثمرة العمل الصالح لخدمة الناس. يعني أنا مرة مهتدي وأعرف الصالح لكن ما موظف هالمعرفة للنفع العام، كون أوظفها للنفع العام. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث اللي يهمنا شوية نقف عنده وهذا مروي عن الإمام الباقر سلام الله عليه، أن ومو بس عندنا لا يرويه الحشكاني وهو من علماء المذاهب مذاهب أهل السنة، ويروي القرطبي أيضا في التفسير عن الإمام الباقر. اللي يحب خلي يقرأ هاي الآية في تفسير القرطبي شوفها. نعم وجماعة أيضا يروون من المذاهب الإسلامية. شنو هي الرواية؟
يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: لو أن عبدا عبد الله عمره بين الركن والمقام ثم لم يأتي الله بولايتنا أكبه الله على من خيره في نار جهنم. وهو ترى هاي مو يعني لأن الله عز وجل جعلهم أبوابا إلى 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 الوصول إليه، جعلهم منافذ للوصول إليه، حملهم رسالة. يا أخي أنت لا تتصور أن هذا كثير، لا، لأن ذولا كل ذرة من كياناتهم كانت في خدمة الله وفي خدمة المجتمع، ها؟ يعني مو اعتباطا الله عز وجل أعطاهم هالمنزلة، لا لا أبدا، لكن هالمجموعة هذول اللي حملوا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وآداب رسول الله ومنهجه ومسلكه، خدموا الأمة بعطاء عجيب وعطاء عجيب، وتحملوا من أجل هذا العطاء ما لا يحتمل. أرجوك يعني أكو أشياء أحيانا بها عذاب نفسي وأكو أشياء بها عذاب جسدي، ودي تنبه لي. يعني مثلا خل أقرب لك المعنى، الله يرحمه لأبو فراش يقول: بنو علي رعايا في ديارهم والأمر تملكه النشوان والخدم. يعني أنا لما أشوف فلان عيبة علم باقعة، أشوف وعاء من أوعية العلم وقاعد وواحد يتصرف وهو من أجهل الجهلاء، أكو عذاب أكثر من هذا؟ هذا عذاب نفسي، هذا ألم نفسي، هذا تخبط، هذا مثلا ما حد يدنو إليه، متروك، ها، ويدنى إلى جاهل يعبث كيف يريد. هاي مصيبة. مثلا أكو عذاب لا والله جسدي. الإمام الصادق سلام الله عليه 70 قريب 70 ويجيب المنصور ويشير رأسه يقول له: يا جعفر تبغين الغوائل تلحد في سلطاني؟ قال الإمام: هذا ما ينبغي لك، أنا مو هالشكل، مو كما تقول أنت، أنا ما مو بهالخط، مو بهالاتجاه. يوميا مجرجرة على شيبته، هالمكانة الكبيرة، طبعا من أجل ماذا هذا؟ هذا بيوسع الإمام أن يجامل هذا بكلمتين، تنحل المشكلة. ليش يقف الإمام هذا الموقف؟ يقف لوجه الله، لتحديد موقف من المواقف، لتأصيل قيمة لها قيمة في المجتمع. نعم، بطبيعة الحال هاي الله ما ينشاها إليه، الذي أعطاه، ولذلك جعل ولاءهم أجر القربة. بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أجر الرسالة، أجر رسالة النبي مودة ذوي القربة. ولهذا لا يشع مسلم يؤمن بالله وباليوم الآخر ثم لا يأتي الله بولاء محمد أبدا، ما يشعه إطلاقا. مشؤول، ها؟ وقفوهم، يقول المفسرون في هذه الآية: وقفوهم إنهم مشؤولون. يقول: يسألون عن ولاء علي بن أبي طالب وعترته، ها؟ فلذلك لما ضرب الدهر ضربته وجاء بسبايا آل محمد وأدخلوا إلى الشام، نظر الإمام زين العابدين سلام الله عليه إلى رجل أقبل يشتد إلى أن قرب منه، قال: الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأراح العباد والبلاد منكم. شال الإمام رأسه إلى شاف هذا معمى عليه، هذا مخدوع ما يعرف الأمر شنو. قال: يا هذا؟ قال: بلى. قال: أقرأت القرآن؟ قال: بلى. وما أنت والقرآن؟ قال: أنا أسألك، أنت قرأت القرآن؟ قال: بلى. قال: هل قرأت قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: بلى. قال: تعرف من ذوي القربى؟ قال: لا. قال: نحن ذوي القربى. هل قرأت قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: بلى. قال: تعرف من هم أهل البيت؟ قال: لا. قال: نحن أهل البيت. قال: الله عليك، أنتم هم؟ قال: إي والله نحن هم. أنت معمى عليك يا هذا، يعني ما واحد حاط إيدك على الحقيقة.
مد يده إلى حجر على الأرض، ضرب رأسه، قال: سيدي عذرا، يقولون أنكم شبايا خوارج. أنا ما أدري، سامحني لأني أنا غلطت، معمى علي، مخشوش أنا. سيدي عذرا، يقولون أنكم شبايا خوارج. بهاللحظات مر المنهال على الإمام، صاح الإمام: منهال هذا؟ قال: بلى. قال: يا منهال، هل عندك ثوب عتيق يقول؟ قلت: سيدي، ما تصنع به؟ قال: أضعه تحت الجامعة، لقد أكلت لحم عنقي. يا منهال، هل معك شيء من الدراهم؟ قلت: سيدي، ما تصنع به؟ قال: ادفعه إلى حامل الروش، فليبتعد بالروش عن المحامل. فلقد والله خزينا من كثرة النظر إلينا. للشام جيت شلون جي؟ يقولون هذي خارجية، كلمة عدو صعبة علي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 إلهي، بوجهك الكريم فرج عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. الإخوة المؤسسون تقبلوا اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.